السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ويا خديجة بنتي، أنت واحدة من المعذبات في الأرض، والحياة هي هكذا، خلقها الله سبحانه وتعالى. بعد مرات الإنسان يتساءل، كيبدا يقول علاش أنا وقع لي كذا. هو المؤمن اللي دخل في قلبه الإيمان لا يقول كيف جرى ولا لما جرى، وإنما يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء عنده بحسبان. الله تعالى يفعل في خلقه ما يشاء ويحكم في خلقه ما يريد. هذه قاعدة من قواعد الإيمان. الإيمان كيعلمنا بأننا نسلم كل أمورنا لله تعالى. هو سبحانه وتعالى خلق الخلق وقدر علينا الأقدار، هو سبحانه وهكذا خلق الخلق، وقبلهم كتب قدرهم بخمسين ألف سنة قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين. الله تعالى خلق الخلق وقدر عليهم أقدارهم، كل ما يقع في الوجود هو بتدبير من رب الوجود. ونحن عندنا واحد دائرة ضيقة ديال الاختيار، يعني كل ما عندنا في الحياة هو قدر. نعطيك مثال، مثلا إنسان، هل اخترت أمك واخترت أباك؟ طبعا لا، لم تختر لا أمك ولا أباك. هل اخترت إخوتك وأشقائك؟ طبعا لم تختارهم، ربي اللي اختارهم لك. هل اخترت البلد اللي غتعيش فيه اللي غتولد فيه؟ أبدا، احنا تولدنا في المغرب، احنا مكرمين، احنا محظوظين، كين اللي تولدوا في بلدان أخرى غريبة. هل اخترت دينك؟ طبعا احنا لم نختار ديننا، ولكن ربي اللي اعطانا الإسلام. لو ولدت في الهند لكنت بوذيا أو هندوسيا، لو ولدت في بلد أوروبي لكنت نصرانيا، لو في أي بلد غتكون بالدين. لكن الله تعالى أكرمنا، لم نختار الدين ولكن ربي اللي أعطاه لنا سبحانه وتعالى. لم نختار التاريخ اللي غنتولدوا فيه، ربي اللي اختار لنا التاريخ سبحانه، اللي غنتولدوا القرن العشرين. هذا الزمن، كل زمن له خصوصياته، كل ما في الوجود هو من خلق وقدر رب الوجود. حتى اسمك، تصور الاسم ديالك اللي كتحمله أنت لم تختره، وإنما اختاره الله تعالى. أنت لم تختار أن تكون ذكر أو تكون أنثى، أن تكون أبيض أو أسمر، أن تكون كذا أو كذا، كل اختيار الله. فما هو اختيارك أنت أيها الإنسان؟ اختيارك هو عندك واحد دائرة قصيرة صغيرة ديال الإرادة، كيسموها في علماء النفس بالإرادة، وفي الدين والشريعة كيسموها بالنية. لهذا أول حديث في كتب الصحاح من أقوال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. احنا ماذا نملك؟ نملك النية فقط، غنية. واللي قال فقهاء كيملك اكثر من نية، نقول لي سؤال ويجاوبني عليه بصراحة. دابا انت جالس في مقامك، سأقول لك قم من مقامك، قم من مقامك. إلا قلت لي بأنك انت اللي قمتي بنفسك، غنقول لك كم من عضلة انبسطت وكم من عضلة تمددت حين قيامك. أنت لم تقم من تلقاء نفسك، أنت عندك غير النية والإرادة ديال القيام، لكن الله تعالى أمر المخ وأمر الأعصاب وأمر العظام وأمر الدورة الدموية وأمر الجهاز اللمفاوي والجهاز العصبي والجهاز الهضمي والجهاز التناسلي، كل هذه الأجهزة ربك عز وجل أمرها، فقمت للتو في الوقت المناسب بسرعة بقدرة الله. نحن لا نملك أي شيء، نحن نملك فقط النية اللي كتسمى في عند علماء النفس بالإرادة. الإرادة، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. الإرادة فقط، الإرادة. حتى الأمة في قوتها وصراعها مع الأعداء، إذا كانت عند الإرادة وعند النية غتنتصر. ما عندهاش راه لن تنتصر ابدا، كل شيء بالنيه. لهذا ما في الحياه هو قسمه من عند الله، والمطلوب ان الانسان ملي كيدير النيه وكيدير الاراده، الحاصل المحصول خصو هو النتيج، خصو يرضى، كل شيء من قسمه الله. فربك عز وجل قسم علينا الارزاق وقسم علينا الاقدار وقسم علينا كل شيء. وقد جاء في الحديث النبوي الصحيح من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع
في بطن أمه نطفة 40 يوما، ثم يصير علقة مثل ذلك، ثم يصير مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكان فيؤمران بكتابة 4 كلمات: أجله ورزقه وشقي أو سعيد. يعني كل اللي كتنازع عليه البشر ربي كتبه، بقي عندنا يالله عندنا 4 شهور. ملي كانت عندك 4 شهور في بطن أمك ربنا كتب كل شيء، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أول ما كتب الله ماذا؟ الأجل. قبل ما نتولدوا الله دار لنا الأجل، هو الأول. إمتى غنتقبضوا؟ إمتى سوف يقبض الله روحك؟ فأجلك ما كاينش اللي يقدر يديه لك، حتى واحد ما يقدر يقتلك، حتى واحد ما يقدر يسلم منك العمر، لأنه بإذن الله. أجله ورزقه، الرزق حنا كنتخاصموا وكنتقطعوا العلاقات وكنوقعوا في النزاعات على ماذا؟ على الرزق. لو أن الناس شعروا بالوعي الكامل بأن الرزق هو مضمون العيش الكريم للجميع، الكل يأكل والكل يشرب والكل ينام والكل يسكن والكل يرتاح، ممكن. العالم الآن فيه في واحد النخبة قليلة اللي هي كتحكم ربما أقل من 5 في الألف، هي تملك الثروة الكبرى والبقية تقتسم، وهناك فئة عريضة فقيرة. لو وقع نوع من 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 العدالة الاجتماعية لكان الناس كلهم عايشين في أمن وأمان، ما كاين لا فقير ولا محتاج، الكل يشعر بالسعة، لأن الخير موجود. الله تعالى لما خلق الخلق خلق الأرض وقدر فيها أقواتها، الخير موجود، ما كاين لا جفاف ولا غلاء أسعار ولا تضخم. اللي كاين هو الإنسان، الإنسان هو فيه شر، البشر فيه شر، أنه عنده الاحتكار وعنده حب التملك ومنع الآخرين من الاستفادة من الخيرات، وكل واحد ربما يؤذي أخاه الإنسان. لو أن الناس وعوا بأن الله تعالى خلق الأرض وقدر فيها أقوتها، وغنأخذ داكشي اللي كفيني واللي شطع لي نعطيه للآخرين، كنا غنعيش في سلام ونعيش في أمان، لا حروب لا صراعات لا احتياجات لا أي شيء. لكن الإنسان هكذا خلقه الله، حب التملك وحب السيطرة وحب الظلم. وربنا دلنا هذه الحياة هي حلبة صراع، هذه الحياة هي حلبة منافسة، وناظر كيف تصنعون. من رحمته جعل العمر دينا قصير، عمرنا قصير. ما معنى 60 أو 70 سنة؟ اش كتسوى؟ بحال ربيع العمر، شحال من واحد دابا كتلقاه كبير في السن كتسولو كيفاش دوزتي العمر ديالك، كيقول لك والله انا داك العام كنت باقي شاب صغير، ودابا راني وصلت الى السن الهرم، اشتعل الراس شيبه والتجاعيد في وجهي والسنان طاحوا وركابي خواو وليت عندي ملفات طبيه. البارح كان شاب صغير وسيم كيشوف في راسو في المرآة وكيستعمل لي بارفان وكيستنط الأغاني العاطفية وبغى يدير مغامرات، ولكن من بعد لقاتو بأنه أصابه الهرم. شحال من شابة كانت غير البارح شابة، ودابا الآن كتشوف راسها في المرآة كيبان ليها تضاريس وجهها فيها منعرجات ومرتفعات ومنكسرات، كتقول ما الذي أصاب بشرتي؟ كتشوف الشعر اشتعل رأس شيبة، البصر قل، الجسم ديالها ضاعت منه تلك الخصوبة. يا ربي اش وقع؟ يعني أن الحياة قصيرة جدا، قصيرة جدا جدا. هذا من رحمة الله. لو كانت الحياة طويلة كنا كنعيشوا 1000 سنة. صور معايا كنت كتعيش 1000 سنة، أول واحد غادي يعارضك هو ولدك والحفيد ديالك، يقول لك انت غتموت باش ناخذ الإرث ديالك. لكن الله رحمته الواسعة دار لنا أعمارنا قصيرة. علاش؟ لأن الدنيا هي دار اختبار، هي دار امتحان. لهذا قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم هي من الابتلاءات، كل واحد فينا عنده ابتلاء. نبلوكم بالخير والشر فتنة، كل كيبتلي الله بالخير كيعطيه المال والسلطة والجاه والقوة والجمال، وناظر كيف تصنعون. كي يعطي الله الجمال كيحمد الله، علاش على الله الجمال كيقول الحمد لله الذي احسن خلقتي، اللهم احسن خلقي. وكي اللي كيستعبد الجمال سلطه كيقدر يأدي به الاخرين ويدير به الاغراء للاخرين. كل كيعطي الله المال، المال نعمه، كل اللي كيستعملوه في الانفاق وفي التوسع للاخرين، كل اللي كيطغى ويتغطرس به. كل اللي كيعطي الله السلطه في الدوله مثلا واحد المقام رفيع رئاسه، كل اللي كيستعملها في قضاء حوائج الناس كيكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وكل اللي كيستعملها للغطرسه والظلم والعدوان. وهكذا كل واحد ربي كيتفرج فينا، ربي راه ممكن يدخل، راه يدخل الان في اللحظه ويقضي على الظالمين
ويقضي على المغتصبين ويقضي على المفسدين في الأرض، ديك الساعة يقضي عليهم. ولكن ربي عز وجل هو ناظر كيف تصنعون. إمتى كتبدأ القيامة ديال كل واحد فينا؟ ملي كتجي الغرغرة. الغرغرة غير كتجي الغرغرة، ديك الساعة قال لك الله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ديك الساعة كتشوف واحد المنظر آخر، كيبان لك بأن العالم هو ليس عالمنا. هذا العالم اللي كنشوفوه فيه الآن هذا كيتسمى عالم الملك، والعالم الآخر كيتسمى عالم الملكوت. رغم اللي كتجيك لحظة الغرغرة كتنتقل من عالم إلى عالم، السفر العميق الطويل الأبدي. أش كتشوف؟ كتشوف واحد العالم آخر بأم عينيك حقيقة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ديك الساعة يقول أرجعوني لعلي أعمل صالحة. لكن ربي عز وجل يقول لك إن هي كلمة هو قائلها. إحنا الآن أيها الأحباب الكرام ما زلنا في دار الابتلاء، ما زلنا في هذه الدار، وهذه الدار الرصيد ديالنا راهو الإيمان واليقين، الرضا بما قسم الله تعالى، القناعة بالقليل، أن يكون لديك طموح للتغيير والإصلاح لما فيه المصلحة للجميع. يكون عندك الطموح أنك تريد التغيير والإصلاح لما فيه مصلحة للجميع. الخلق كلهم خلق الله، الخلق كلهم خلق الله. وربنا عز وجل لما خطب بني إسرائيل ماذا قال؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأن أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. دعوة إلى الحياة، دعوة إلى الخير، والإنسان دائما يأمل في الله الخير. فكان بغي نقول لك بنت خديجة لا داعي للقلق، لنا رب اسمه الرحيم يغفر زلاتنا، واسمه الغفور يغفر ذنوبنا وسيئاتنا، واسمه الرزاق يرزقنا ولو من عدم، واسمه الكريم يكرمنا بفضله ومنه، واسمه الحنان يحن علينا، واسمه اللطيف يشملنا بلطفه الخفي. لا نخاف أبدا من 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 صميم عقيدة المسلم هو غير المسلم. غير المسلم كتلقى دائما كيشعر بالقلق، بالوسواس، بالخوف، بالذعر، كيشعر بأنه سيتعرض للبلاء. المؤمن لا، المؤمن عنده رب اسمه الكريم، اسمه الرحيم، اسمه اللطيف، اسمه الرزاق ذو القوة المتين. فنسأل الله تعالى بفضله ومنه أن يرزقنا وإياكم رزقا حسنا. اللي غندير بنتي خديجة باش ربي يرزقني؟ نبقى دائما أسماء الله الحسنى. أنا مثلا أنا فقير خصني المال، أنا خصني المال بكبير، غادي يجيني. كي غندير؟ يا رزاق يا رزاق يا رزاق ارزقني، يا رزاق يا رزاق يا رزاق ارزقني. كنبقى ندق الباب ندق الباب ندق الباب، والله وبالله وتالله ربنا يرزقنا. يا ما جربناها، كنا في وضع فصرنا في وضع. بهذه الكلمة لا تلتمس العطاء من أحد. أنت مريض خصك الدواء وخصك سبيطار وخصك سكانير. يا قوي يا قوي يا قوي، الله تعالى كتقوى واحد القوة. كتنعس الصباح الباكر كتفيق وقد ذهب عنك الأذى، وكتشعر بواحد القوة ديال الحصان قوي، أربعة أحصنة قوي، ما عندك تشي مرض نهائيا. كتشعر بأنك مظلوم، يا ربي إني مظلوم فانتصر، يا ربي إني مظلوم فانتصر. سبحان الله العظيم، كتلقى عدوك انشغل بنفسه. دليل الله تعالى شغل ولا مضارب غدا داخليا أم عرسه، وانت الحمد لله منصور، رايتك مرفوعة وكلمتك مسموعة. وهكذا اللي بغيتها، يا لطيف يا لطيف اللطف الخفي. ما كاينش ربما المشكل فينا نحن أيها الأحباب. علينا أن ندعو الله بأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنسأل الله تعالى اللي عنده شغارات في قلبه وضميره ونفسه ربنا أعلم به، اللهم عجل له بالفرج، اللهم عجل له بالفرج، اللهم عجل له بالفرج. قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا رب. نتحول من تنغير إلى الرباط، معنا لالة خديجة. سلام عليك عمي، كي داير؟ لاباس عليك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمي لاباس عليك؟ الحمد لله بنتي خديجة، لاباس عليك كل شيء بخير؟ الحمد لله عمي، نجمو عمي نقولو الحمد لله اللي جات من عند ربي كلها مزيانة. أي لالة خديجة، أنت هي من المعذبات في الأرض خديجة، معذبة شوية. واش غنديرو عمي؟ معذبين عمي بوزن العذاب عمي، عندنا ما نديرهاش إلا قسم ربي العالمين. لا إله إلا الله. كي داير عمي لاباس عليك؟ كي دايرين الوليدات لاباس عليهم؟ الحمد لله ونشكره كل شيء مزيان بنتي.
وكي دايره مولا تضلي بس على عمي الله ينور طريقك عمي الله يحفظ لك وليداتك امين الله والله يرحم لك الوالده والوالده عمي الله يجعل اللهم امين الله مقام ومقام ان شاء الله الانبياء ان شاء الله يعني الله يجعلهم في الدرجه العاليه عند ربي العالمين امين بنتي بارك الله فيك شكرا لك خديجه انا ندير عمي تعذاب نعم الله عمي انا من معاناه بزاف اللي تعذبت عمي ذات الدنيا والله عمي اللي تعذبت بزاف لا اله الا الله خديجة أنا حسب علمي أنك ما قريتيش في المدرسة وخدمتي عند الناس أنا ما قريت ولا عمي أنا كنت في ديك الساعة كنا في البادية عمي فاش كنا عمي في زاكورة عمي فين كنا زاكورة هي وشتي الرباط وخدمتي عند الناس لا قبل عمي كاع ما نزلت تما كنا في البلاد الوالدين ما عندهم شي حاجة عايشة أنا على قد الحال ما كان شي فقارة ومعانا ذاك الساعة كنت عمي تما فبلاد عمي ما كان الماء تمشي تسقي في بلاصة بعيدة جيبي وما كانش الحطب تمشي عاوتاني تحطبي وتجيبي الحشيشة عمي البهايم وكل شيء عمي والله عمي لا دز علي عمي العذاب مشقة مشقة كبيرة بزاف عمي داز علي عمي واش غندير عمي وملي هاجرتوا من زاكورة وجيتوا الرباط زعما جيتوا الحاضرة وخدمتوا عند الناس لقيتي ربما أيضا صعوبة أخرى لقيت عندنا صعوبة أخرى كنت خدمت عند واحد الناس عمي تيحرتو بيا بزاف عمي زوج بيلات عمي اللي تنزلتو للنار والله عمي ومعي تيطيح ليا الدم وتنتعصب عمي وانت ما عندك صحيحة وطلع لي عمي الطنسي وطيح لي على عيني يا عمي وكاع عمي راه ما كنشوف والو حتى حاجة اييه وانا عمي مكفوف ما كنشوف حتى شي ضرب لا حول ولا قوة إلا بالله واش غندير عمي لا اله الا الله اسال عليك عم نورت لك كاع عمي ودابا مع واحد معايا دابا عمي ما كنخرج لا والو عرفتي علاش دخلت نفساني نفساني لا اله الا الله ودابا دابا عم الله ما عندي باش نشري لا دويله والله يسهل عليك عمي لا ما يتصل بي عمي راه صونيت عليك على التليفون ديال اختي ديال الواتساب قلت لك اتصل بيا وما اتصلت بيا عمي الله يرحم لك الوالدين عمي واخا بنتي باذن الله انا مزاوجه فيك عمي والوالدين عمي اللي تحضر الله يرحمهم عمي الله يجعل منين نزلنا يا رب يا كريم الصحه ديالك عمي الله يرحم لك العمر اللهم امين يحفظ لك وليدك وتعي معايا عمي الله سبحانه وتعالى يشفي لي عويناتي عمي يا رب بنتي خديجه عليك عمي لما دير لي واحد الدعاء عمي وربي عليا مع امي انت مسكينه كي مسكينه ما بدات كتمشى لا والو كي مسكينه ما زحافه مسكينه وخرج لها واحد البره مسكينه تدير شي 80000 ريال وما عندها باش ديرها عمي واخا بنتي خديجه يا رب ما عندها باش ديرها مسكينه والله لا تبكي دابا والله لا تبكي مسكينه العافيه شي حرقه رجلها مسكينه وهي تبكي عمي وانا ما صدرت لها عمي قلت لها كوني ما بيا شي ما بيا شي متى نشوفوا داك الشيء نمشي نخدم ونجيب باش ندير لك البلا ولكن عمي ولا عمي الغالب والله والله عمي لا تنتخطى وتيبقى فيا عمي الحال بقلبي بزاف عمي لا اله الا الله الوالد حتى هو مسكين دار عمليه ديال البروسه عمي راه عرفت سيمانة مسكين هو في البيصة عمي وما يكسر في البانية دي والدماد دي ولا عمي الله يفرج عليك بنتي يا رب ومسكين عنده 85 عام في عمره دابا راه ما بقاش كاع عنده داك العقل دابا تيكون لابس حوايجه ويقول لك فين حوايجي فينهم فين درتوهم ليا لا اله الا الله عندها عمي قرا عمي ومعنا عمي حنا بنات عمي ومعاه الكرا وما عندك عمي اللي يدخل عليك حتى حاجة عمي اللي يدق عليك يدخل عليك حتى درهم بالبلبلة حتى عمي والله مرة عمي نتعشى مرة ما كاينش كاع لا اله الا الله والله عمي ولا كذبت شي حاجة والله سبحانه وتعالى هو السيد عليا عمي الله يحفظك بنتي في العالمين عمي الله يرحم لك الوالدين عمي انا اتصل بك واخا بنتي ناخذ الرقم ديالك الله يحفظك عمي وليداتك الله يكبرهم عمي الله يعطيك فيهم عمي داك الشيء اللي تتمنى فيهم مزيان الله يعطيهم النجاح والسعادة الله ينبتهم لك عمي نبتة حسنة امين والله يرحم لك الوالد والوالدة الله يجعلهم في الجنة والله يطول لك عمي العمر الله يطول لك عمي العمر الله ينور طريقك عمي يا رب الله عمي العزيز علينا بزاف عزك الله بنتي عزك الله الله يخليك نينا عمي نويره الله يخليك الله يحفظك بنتي شكرا لك يا عمي واحد الدعاء عمي ربي العالمين يشافينا عمي ويعافينا عمي الله يرحم لك الوالدين عمي يا رب لما دير لي واحد الدعاء عمي ربي العالمين يشفي لي عويناتي عمي يا رب الله يخليك الوالدين عمي يا رب الله يشفيك شكرا لك خديجه شكرا لك بنتي حفظك الله ورعاك شكرا لك شكرا لك ربي يشافيك ويعافيك ويداويك ويصلح لك الامور ديالك السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.